مرحبا بكم في جوسب إكرام. أنا عاوت وليت لكم اليوم بأخبار جديدة. البارح فريدة حرحار ببلية ديفوتو تاع لانيفيرسير تاعها اللي داروا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. المشكل مراش في لانيفيرسير، بالمناسبة نقول لها جوايز انيفيرسير، ولكن المشكل راه في البلوزة الوهرانية اللي كانت لابستها مع اللفة تاع الحجاب. هاد البلوزة عرضتها لبزاف من الانتقادات. اسكو نتوما راكم مع هاد الانتقادات؟ واسكو تستاهل هي باش تعرض هاد الهجوم ولا لا؟ الجزائرية اللي دارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تيك توك، فريدة تامود اللي راح تمثل في مسلسل تركي المؤسس عثمان، نقول لها بون كوراج. سهيلة معلم ببليات فيديو لجلستها مع صحفيين فنانين وشخصيات عامة اللي سمتها قهوة حليب بباري. من بين الحضور كانت كاينة آمل وهبي، كامل عبدات، وآمين ميموني. بعد غياب وسبات طويل، سهيلة بالشهاب تعود وتحضر أغنية تحت عنوان كبرياء الحب من ألحان موني الجزائري. ونهاية مغامرة بليلي مع نادي بريست. حسب مصادر موثوقة، النادي قرر يتخلى عن خدمة بليلي وهو رحب بالفكرة. وكالعادة دركا رحلة إلى الوطن العربي. البارح قلنا لكم ياسمين صبري راح تكون ضيفة البرنامج صاحب السعادة. للأسف ياسمين ما عنتش عن رجوعها لأبو هاشيمة، ولكن راح نعطيكم أهم تصريحاتها. قالت عن الأمومة دي مفاجأة مش عايزة تكلم بيها، وعن انتقادها في مسلسل فرصة تانية لتمثيلها اللي قالوا عليه النقاد انه كان سيء. حتى هي استعرفت وقالت كان في مشاهد كي تشوفها هي تقول يا نهار اسود وتضحك على روحها، والحمد لله اللي استعرفت. وقالت انه عندها اكتفاء رهيب من داخلها وهي حاجة من عند ربنا. وعلى هلا ياسمين صبري صحتك. ما بطيناش بزاف الوطن العربي، درنا ضلنا دوك نروحو وين؟ نروحو للترك. الممثلة التركية سيريناي شاركايا تنفصل عن حبيبها أومود إيفرغن بعد ما كان ينتظر الكثير زفافهم. وسيريناي مرشحة للبطولة في مسلسل العائلة اللي راح تنافسها فيه الممثلة فارح زينب. وفارح زينب بسبب مسلسل العائلة علقت على صفحة عربية إخبارية، وين هاد الصفحة العربية حطت فارح زينب مع عدة ممثلات تركيات مقارنة بالممثل إبراهيم تشاريكول. وكانت فرح من بين هذه الممثلات وما عجبهاش الحال، قالت لهم انا ماشي بضاعه باش تقارنوا عده نساء مع رجل. بعد غياب 6 سنوات ريانا ستعود وتغني في السوبر بول في نهائي كرة القدم الأمريكية، وهذا الحدث يعتبر أكثر مشاهدة في أمريكا إذ يستقطب أكثر من 110 مليون مشاهد. وريانا أعلنت عن هذا الحدث بهذا البوست راح تشوفوه اللي دار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وكاع لي فان تاعها عجبتهم الفكرة. وبالرغم من البارح قلت لكم انه كيم نقصت والجسم تاعها رخم اللي كان، الى انها مازالت تعاني مع الفساتين. نروح نشوفوا هذا الفيديو. وهذا كان جوسيب إكرام لنا اليوم، نتلاقاو غدوة إن شاء الله. باي باي.